جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها وش يبيه، واحنا كلنا شعب الويل. كلنا ربيع، كلنا ربيع. ربيع بودن هو مواطن تونسي عادي يعيش في ألمانيا. جوست المواطن هذا يحط في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وفي فترة قصيرة ولو عنده عدد كبير من اللي فانز ومن الأحباء، اللي اليوم عدد كبير منهم جاي لاستقباله في مطار تونس قرطاج، استقبال كأنه نجم أو فنان أو سياسي كبير. هذا يدل على القدرة متاع السوشيال ميديا اللي اليوم ولات تخلق من ناس عاديين جدا، تجعل منهم نجوم وتجعل من الناس يستقبلوهم. وهذا الفينومين هذه مش موجوده برك في تونس، موجوده حتى في العالم.